السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جبت لكم فائدة عظيمة من ضمن سلسلة فوائد رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يحب أن يراه في المنام، بأن احنا بنقرأ هذه السورة، سورة الكوثر، بطريقة معينة، وإن شاء الله بعد قراءتها بهذه الطريقة بنرى الرسول في المنام بإذن الله. فسبب نزول هذه السورة الكريمة نزلت في العاصي ابن وائل السهمي، كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له جمع من قريش: مع من كنت واقفا؟ فقال: مع ذلك الأبتر، ويقصد بالأبتر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت العرب تسمي من لا عقب له من البنين بالأبتر. وقد كان عبد الله بن النبي قد توفي قبل هذه الحادثة، فأنزل الله تعالى الآية: تتوعد قائل هذا بأنه مقطوع ذكره في الدنيا والآخرة. وترتيب السورة في القرآن 108، ومعنى اسم السورة الكوثر، وهو أحد أنهار الجنة. وصيغة قراءة سورة الكوثر لرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام هي: من قرأ سورة الكوثر ليلة الجمعة 100 مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا العين، وهو لا يتمثل لغيره من الناس، أي مش ممكن يعني هتشوف الشيطان على أنه سيدنا محمد، زي ما أحيانا بنرى أحد من الناس اللي احنا شفناهم ماتوا، أو تشوف حد عايش عادي ويقولوا لك دي رؤية من الشيطان. الشيطان عمره ما يقدر يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما تشوف النبي في المنام وبنفس صفاته أو شمائله هيكون هو بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأترككم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوني من دعوة حلوة بظهر الغيب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.